اسمي ابراهيم علي قاسم، من طبريه 1936. كم مدرسه كان في طبريه بتذكر؟ في مدرسه البلديه، اللهم صل على محمد، مدرسه طبريه، هاي كبير تبع الابتدائي، عمت يابا ما قال في حوالي قيمة من 3 طوابق أو طابقين. أما مدرسة الرهبات الثانية للإعدادي وطالع، في مدرستين عنا، أكبر مستشفى عنا بطبرية تقريبا ابن طرانس، مستشفى كبير وعريق، عريق كبير، جميع الأمراض فيه، عفوا جميع العمليات بيسووها فيه، من عينية لبولية لأذنية لا 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 إلى آخره. كمان برضه صاحبه إني أخاف الله يهودي، ابن طرانس، دكتور طرانس. اللي درس في المدرسة؟ صف رابع. مين اللي درسك؟ الأستاذ محمد ديب، الأستاذ مجاهد أبو لمجاهد مجاهد سمعان، جميل سمعان كان أستاذ تاريخ مسيحي، أنا الأستاذ محمد ديب كان أستاذ دياني، أستاذ علي عربي وإنجليزي، هاي اللي بذكره. في بعض منه اساتذه. كنت تقول ان النشيد الوطني بالطابور الصباحي كيف كانت يعني؟ والله ما كان عندنا، ما كنت اذكر. كيف؟ العادات المعروفه بالمدرسه. العادات المعروفه كهون بالضبط. ابدا. ساعة ما الدوام تنتين عادي. كنا عن المساجد في طبرية. كيف؟ الجوامع بطبرية. فيها جامعين عمي، جامع على شط البحر بالحارة القبلية، وجامع عند قهوة عبد الله السوطري تحت الحسبة بالحارة القبلية. عند جامع، عند مو جامع، كانوا أول على زماننا كان في خانات، عرفت شو الخانات يعني؟ كيف الغربية عواد الاتلات، خان كبير وغرف قبل الجامع، كان قباله هاي بالحارة القبلية، اسمه خان علي خليفة. اي اسأل انت معلش. مين بتذكر من مشايخ الشيخ محمد، الشيخ صمور الله يرحمهن، الشيخ مصطفى، الشيخ مصطفى كان يلقن الملوء يعمل له هيك يجلحه. كان في عندنا من اهل الله كرامات كثير، بهلول اللي هم بيطلعوا البهلول مثلا، كان عندنا ابقي اسمه البهلول، وادي غماته حوالي 50 متر او 40 متر او 20 متر ربي اعلم، هاي عند قهوه ال على بوابة الحمام، يوم ما يصير الطوفان تنتلي مياه تنزل على البحيرة، كان البهلول يكون بقلب المي تحت، جماعة شافوه، أنا بذكر بالضبط، يمسك هيك ويقول العدي يذكر اسم الله ومي فوق منه، من أهل الكرامات في عنا كثير. كان عندكم كنائس في طبرية؟ في كنيستين بس يعني مو مظهورين بالزيادة، كانت كنائس اليهودية بحزات بيت حزات كبير يعني مشهورون، بنعرف انه هون في كنيسة لليهود وهون في كنيسة لليهود، وبعدين هدول السكناج اللي بتشوفهم بيعملوا هيك حوالي القدس ومنازلين هالجدلات، كانت اختك او اخته او بنتي او بنتك او امك او تلحقن بالعصاية انت اكبر قدر وبالصرماية يركضوا قدامها، إن شاء مخمات كنا نعذبن
هذول اولاد الميتة هلا صاروا هني اولاد وطن. والله ما هني اولاد وطن. كيف كانت العلاقات بين المسلمين والمسيحية الطبرية؟ بين المسيحية والهذا ما بعرف بالضبط، بس بعرف بين اليهود. اليهود اولاد البلد كانت علاقتهم هني والاسلام ما حدا يفرقهم عن بعض. يعني انا شريك ابوي كان بريه بيرس، كان شريكه لابوي بالشخطوره في شاركه عفوا، وكان يرمي الرزق السماق بالاخير بال 36 احنا ما بنذكرها، عرفت يا بابا؟ انا بذكر لك بال 48 وطالع بال 40ات وطالع. بتتكلم عن اليهود الوطنيه؟ اه الشرقيين بالصهاينه. لا 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 الصهاينه الهجنات. هجنات اجوا لعنا يلبسوا الطاقيه الهي وبناتهم بالليد اللي ذكرناها اول، تنهار بالليد وحالاتهم كلها برا. نعم. كان في شبكه مي بطبريه، المي توصل على البيوت؟ في شبكه مي ولكن مو بكل البيوت. مو بكل البيوت. يعني احنا بيتنا على البحر. عرفت يابا؟ احنا نجيب مثلا من البحر، احنا عشرة البحيرة ومي حلوة. كانت الكهرباء واصلة طبرية؟ اه في كهرباء. مدينة عريقة. انتوا ببيتكم كان في كهرباء؟ اه. بيتنا حجر. بيت العيلة طبعا وكان ابوي ساكن فيه. وصف لي بيتكم كان طابق طبقين؟ مو طابق، احنا بيتنا بيت عربي كناية عن ست خمسة، واحدة تنتين ثلاثة وابوه، اربعة غرف، ساحة كبيرة فوق الاربع غرف، اول ما تفوت في درج حجر اسود معمرين فيه غرفتين فوق او ثلاثة بذكر، ضرب تراب فلسطين. قلت لك هوي تراب فلسطين الام الحنونة لإلي، وبطلب من الله ما اموت الا هنيك.